انا اسم ديالي محمد يوسف، كنشتغل سائق سيارة الاجره من الصف الثاني. انا كنخدم في المجال هذه منذ 2004، المهم 20 سنه وانا خدام في هذا الميدان. بالنسبه للواقعه اللي وقعت نهار السبت، هي وقعت نهار الجمعه. انا السيد دائما كيعيط لي اكثر من سنه، وانا كنوصلوا دائما، هو والعائله ديالو كنوصلوا دائما. نهار السبت انا وصلت تما المحطه الطرقيه، ملي وصلت وقفت هما كانوا بعادين مني، بقيت واقف شويه هكا. رانا جبت التليفون، بقيت كنشوف التليفون. ايوا هما ملي انا ما انتبهت لهمش، ملي جاو حتى كنسمع تفتح الباب ودخلت بصداع. ملي دخلت طلعت نزلت في الطوموبيله، الامور عاديه ما كاين حتى حاجه. وصلت كما العاده نبدا الدار، مشيت في حالي، ما عندي ما يعني ما بالعلم ديالي حتى شي حاجه من هذا الاخبار اللي كيروجوها عليا، ولا كيروجوها على الطاكسيات، ولا على اصحاب هذه المهنه هذه. حنا كنخدموا بالمهنه شريفه، وانا كنقول لكم 20 سنه وانا خدام في هذه المهنه، عمر ما وقع لي شي حاجه ولا صدر مني حتى شي تصرف اللي كيخل بالمهنه لسيارات الاجره. دائما كيعيط لي، كنوصلوا مره كنوصلوا سي عبد الحميد، مره كنوصلوا للدار. الامور عاديه، ما فيها حتى شي حاجه. وقع لهم شي خلاف مع بعضيتهم ولا شي حاجه، انا ما في العلم شي ديالي. اقبط وفتح الباب، انا ما انتبهت لهمش باللي دفعه ولا كيعنفها ولا شي حاجه، انا كنت كنشوف التليفون. وصلت كما دائما الامور عاديه، ما كاين حتى شي احراج، حتى شي حاجه. انا عارفهم دائما كيمشوا مع بعضيتهم، ما كندخلش في المسائل الشخصيه ديالهم، واش مزوجين ولا مزوجوش، ولكن على العلم ديالي انه خاطبها ما فهمتي، ما زعما ما عرفش زعما شي حاجه اكثر من هادشي هذا. انا التصور ديالي كنشوف هذا العمل هذا مقصود ان هذه المهنه الشريفه هذه احنا كنخدموا بالاخلاص، كنساعدوا مع الناس، كان شي واحد مريض كنساعدوه، شي واحد غريب كنرشدوه، يعني كنخدموا بالاخلاص اي من دائما، ماشي من اللي معاد، دائما كنخدموا بالاخلاص. لان ولا الزملاء ديالي اذا صدر شي تصرف من شي واحد، راه ماشي دائما الطاكسيات كاملين قباحين ولا هذا. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا تصرف لا اخلاقي، التصرف الاخر كان بالامكان ديالو هو يمشي يساعدهم، لان هو كان كيصور من قبل من جي انا، كان خصو هو يمشي ويقول له مش عندكم، الا كان شي مساعده يساعدهم، ماشي كيسمع حتى يجي انا وخدام كيقول له ما على الله تضربوا، على الله تضربوا باش يمشي ديك الطاكسي. هذاك قتلوه على الله يضربوا باش يمشي ديك الطاكسي. باقي ان شاء الله غنتابعهم انا والاخوان ديالي اللي كيضروا لنا بهذه المهنه ديالنا، المهنه الشريفه. احنا الخدمه ديالنا كنساعدوا مع الناس، ما عمرنا كنستحضروا فيها الاخلاق، وكنستحضروا فيها المبادئ الاخلاق. عمرنا ما نوينا السوء بشي واحد او ما ضرنا شي واحد. الناس هذا ما كان خصنا نحاسبوها، اللي كيطفلوا علينا حنايا وكيدخلوا لنا في الشغل ديالنا، في المسائل ديالنا حنايا. احنا السيد مجرد عمل انساني، عيط لي قال لي خيله وصلني للدار، وصلت للدار، ما عندنا علاقه حتى بشي واحد، ولا نضروا شي واحد، ولا نطيحوا بسمعه شي واحد. وهالناس اللي كيهاجموا علينا اذا بهذا الاسلوب هذا، نتبعوهم امام الله وامام العداله. ناس استدعوني للامن وجلست تحت الحراسه النظريه، وجلست عند الوكيل العام، والحمد لله الامور جازت. وكنشكر من هذا المنبر، كنشكر القضاء النزيه ورجال الامن الشرفاء اللي تعاونوا معنا، والحمد لله الامور جازت على ما يرام. وانا رهن الاشاره، انا باقي رهن الاشاره، الى كاين شي استفسار انا مستعد نواجه به اي واحد. وانا كنشكر الساكنه على التعاون ديالهم معنا، انا الحمد لله ما احنا معروف في البلاد، خدامين هذه 20 سنه، عمر ما صدر منا لا حتى شي سوء، لا معامله ولا حتى انسى هذا. ويسولوا عليا اي واحد في المدينه واش عمرنا حنا صدر منا شي تصرف لا اخلاقي، ولا ما قمناش بشي عمل انساني، ولا اي حاجه. احنا رهن الاشاره تحت السكينه، كنخدموا هذا العمل هذا بالاخلاص، بالتفاني، بروح المسؤوليه، باي حاجه، ما كنتهربوش من المسؤوليه.